رحلة بحث يقوم بها الراغبون في الحصول على موعد لتأشيرة فرنسا عبر موقع فيافاس جلوبال، لكن دون جدوى. الغريب في الأمر أن المواعيد تباع بحوالي 6000 دينار جزائري. نتابع التفاصيل مع بلال عميني. صعوبات تلك التي تواجه الراغبين في إيداع ملفات للحصول على تأشيرة شنغن قصد الدخول إلى التراب الفرنسي عبر الموقع الجديد فيافاس جلوبال. لحد الساعة لم يستطع الراغبون في الحصول على تأشيرة الاستفادة من موعد محدد لإيداع ملفاتهم، والغريب في الأمر أن البعض يعرض خدماته عبر بيع مواعيد تحت الطلب. خويا قريت لانونس ديالك في واتكنيس بور لي رونديفو اكسبريس في اف اس فرانس. رونديفو فيزا؟ وي وي مسيو. مسيو سي كوا لا بروسيدور؟ ها؟ لا بروسيدور سي كوا؟ كيفاش نقدر ندير باش نبعث لك لي باسبور؟ لا بروسيدور سي كو تبعثي لي وزمو لا فوتو دو باسبور، لا بروميير باج دو باسبور. داكور. وزمو لا فونكسيون ونيميرو تيليفون، هذا ما كان. شحال ياخذ وقت خويا باش تجيب لنا الرونديفو؟ وقتاش دو كون في جوان لي رونديفو؟ راهو في جوان. شحال راك تحسب فيها خويا؟ اكثر من لافونس سي 6000 دينار. يعني بحضركم وانا ايسي دو جويندغ دي روفوندور دوات غوش اللي راهم يبيعوا في لي رونديفو ا 6000 ا 10000 سا ديبون سي دي اتاري ا ترافير ان فيت لو بروبليم كي سو بوز دوكا دونك ابري le consulat et l'ambassade de France qu'ils ont changé de programme, ils ont passé vers le VFS. Nous, en tant qu'une agence de voyage, on a dit c'est bon, le problème est réglé, on va passer à des transactions vraiment professionnelles. Mais je pense que le problème il est toujours le même. تحيينات جديدة من سفارة فرنسا بالجزائر للراغبين في الحصول على التأشيرة، حيث بات من الممكن اليوم أن تتمكن عائلة واحدة للحصول على موعد بحساب واحد دون فتح حسابات متعددة في الموقع. لكن الغريب في الأمر هو بعد هذا التحيين سيتم حذف كل الطلبات بتاريخ 26 أفريل الجاري إلا للذين استكملوا ملفاتهم وتم نسخ استمارة طلب التأشيرة. هي tant mieux si le site can سقم on a pas de souci tant mieux mais le site il a empiré moi je préfère je vous dis je préfère l'ancien programme ما كانش TLS oui TLS ما كانش le site انا exemple je vous dis j'ai un client une discipline importante pour un sport et des stages et tout ce qui suit c'est un nombre qui dépasse les 25 athlètes je n'ai pas eu de retour. هي تعديلات قامت بها سفارة فرنسا لتطوير موقع VFS Global للتسهيل على الراغبين في الحصول على تأشيرة، لكن الأمر بات معقداً ويأخذ وقتاً طويلاً.